نعم، بعد التحية حذرت اللجنة المالية النيابية من رهن النفط العراقي في إقليم كردستان، خصوصا في محافظة كركوك، إلى النظام التركي، فيما حذرت اللجنة النيابية أيضا باستضافة رئيس حكومة إقليم كردستان جرمان بارزاني في البرلمان في الحكومة الاتحادية، بما في ذلك أن الحكومة الاتحادية تطالب حكومة الإقليم في صرف واردات النفط إلى الحكومة الاتحادية وتسليم منافذ الحدودية مثل منفذ جهاد التركي للحكومة الاتحادية، لكن جوبهت بالرفض من قبل حكومة الإقليم. بالتالي فكل هذه عوائق أمام الحكومات أو بعض الأجندات السياسية تستغل هذه الأوضاع من أجل خلط الأوراق بين حكومة الإقليم وحكومة المركز، بالتالي المستفيد الوحيد هو النظام التركي. بالتالي فهناك تحركات نيابية من قبل عدد من النواب في مجلس النواب العراقي للحد من تلك الخروقات على يد النظام التركي بمساعدة أجندات سياسية في حكومة الإقليم موالية للنظام التركي، وأيضا أجندات سياسية في الحكومة الاتحادية. يعني المشكلة الأكبر حاليا في بين حكومة الإقليم وحكومة المركز هي محافظة كركوك، وأيضا الواردات النفطية من محافظة كركوك، على اعتبار حكومة الإقليم تطالب حكومة الاتحاد بضم كركوك إلى الإقليم. بالتالي كل هذه الخلافات يقع عاتقها على كاهل المواطن العراقي، المتضرر الوحيد هو المواطن العراقي. بالتالي فإن حكومة الإقليم أيضا شعبا متضررين من هذه الاتفاقات، على اعتبار النظام التركي يستغل كل هذه الأوضاع من أجل خدمة مصالحه داخل إقليم كردستان. طيب معتز، يعني هل من انفراجات فيما يخص يعني ملف النفط، وهو ملف عالق بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية كما تفضلت، يعني ما السيناريوهات المتوقعة لمستقبل هذا الملف بين الجانبين؟ يعني بعد الفترة الأخيرة وبعد إقرار قانون العجز المالي، هنالك سيناريوهات متوقعة بدأت بعد هذا القانون. بدأت حكومة الإقليم وحكومة المركز بالاتفاق حول تسليم المنافذ الحدودية إلى حكومة المركز، وأيضا حكومة المركز تفي بوعودها أزاء التزاماتها باتجاه المواطن في إقليم كردستان من ناحية الرواتب وأيضا من ناحية التخصيصات المالية. فهناك بوادر لنجاح الاتفاق بين حكومة الإقليم وحكومة المركز من أجل تسليم واردات النفطية إلى حكومة المركز، وأيضا تسليم المنافذ الحدودية على اعتبارها تدور بآلاف الدولارات على العراق والشعب العراقي. بالتالي فإن الحكومة الاتحادية تريد فقط استلام المنافذ الحدودية واستلام الموارد النفطية، بالتالي فإنها تفي بوعودها تجاه المواطنين في إقليم كردستان. لكن هنالك مثل ما ذكرت، هنالك بعض الأجندات السياسية تابعة للنظام التركي والتابعة للنظام الإيراني تحاول خلط الأوراق وزعزعة الأمور بين هذه الاتفاقات في حكومة الإقليم وحكومة المركز، لأن الاتفاق بين حكومة الإقليم وحكومة المركز لا يخدم مصالحها من الناحية السياسية وأيضا من الناحية المالية. لكن يبدو في الأيام القليلة القادمة سوف تكون هنالك بوادر حسنية من أجل المواطن في الإقليم والمواطن في المركز، بحيث سوف يتم الاتفاق على صيغة مميزة للخروج من هذه الأزمة، خصوصا أزمة النفط الراهنة بين بغداد والمركز. أنا أشكرك جزيل الشكر مراسلنا معتز أيوب على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من بغداد.